عبث. نعم التوحيد عند العرفاء بنحوين، عند الفلاسفة بمدارسهم بنحوين، عند المتكلمين بنحوين، عند المحدثين بنحوين، وعند القرآنيين بنحوين. وأحسنتم، أنا توحيدي توحيد قرآني، ولهذا بحمد الله تعالى إلى الآن صدر في تراثي 7 أو 8 مجلدات في التوحيد أعزائي، وواقعا لعله لا أعرف أحدا صدر له هذا القدر في التوحيد. مجلدان في التوحيد، ومجلدان في الإلهيات بالمعنى الأخص، ومجلدان في معرفة الله، ومجلد واحد التوحيد مولانا، دروس في التوحيد 7 مجلدات، هذا اللي أتذكر الآن، لعله يوجد غيره أيضا. التفتوا جيدا، وكلها محورها ما هو؟ القرآن. فإن قلت سيدنا ذكرت الجميع، محدث متكلم فيلسوف عارف، وين الفقيه العدو؟ الجواب واقعا الفقيه لا علاقة له بالتوحيد، لأن الفقيه دائرة عمله هو الحلال والحرام، أصلا مو من اختصاصه أن يتكلم في التوحيد. هو لابد أن يتكلم في ماذا؟ الشريعة وليس دين. أحسنتم، لابد أن يتكلم في الفقه الأصغر مو في الفقه الأصغر. فإذا وجدتم فقيها يتكلم في الفقه الأكبر اسألوه أنه عندك اختصاص لو ما عندك اختصاص. فإذا ثبت أنه مختص فليتكلم، ولا إذا لم يثبت مختص ففتواه أضربوا بها عرض الجدار. إذا وجدتم فتاوى صادرة من فقهاء ضد المتكلمين أو الفلاسفة أو العرفاء، واقعا صادرة من جهل لا من علم، لأنه أساسا الفقيه أصدرها من غير علم، إلا إذا ثبت أنه هو ماذا؟ هم فقيه، وهم ماذا؟ وهم متكلم، وهم فيلسوف. نعم من حقه أن يقول أنا كفقيه رأيي في المسألة الفلسفية كذا، من حق هذا. ولكن إذا هو يحرم الفلسفة والكلام ويصدر الفتاوى، إذن هو يعرف الفلسفة والكلام أو لا يعرف؟ لا يعرف، كيف يصدر الفتاوى عزيزي؟ ففتاوى لا أساس علمي لها، مصدرها الجهل أو العجز. 3، وأعتقد في النبوة والإمامة بنظرية الإنسان الكامل القرآني. يعني شنو سيدنا نظرية إنسان كامل؟ أوضح قليلا، وإن كان بعد أصور من حصل وقت للمشاهد وأعتذر منهم مقدما. يعني شنو سيدنا إنسان الكامل القرآن؟ الجواب يعني شنو سيدنا إنسان الكامل القرآن؟ الجواب أنا معتقد أن هذا الكتاب كتاب الله، يوجد كتاب أكمل منه أو لا يوجد؟ وهو كتاب للعمل أو فقط للتنظير؟ أي منهما؟ للهداية. للهداية حتى يعمل به. يعمل به. يعني قابل للعمل والتطبيق في حياة الإنسان غير قابل؟ إذا لم يكن قابلاً. الجواب لا قيمة له. سؤال، هذا القرآن من هو مصداقه الخارجي؟ فإن قلت لا يوجد، هذا معناه أن القرآن مثالي غير قابل للتطبيق. وإن قلت يوجد، فمن هو؟ الإنسان الكامل. من هو الإنسان الكامل؟ المعصوم. المعصوم. طبعاً دا أتكلم عن النبي والأئمة. تقول ماذا تقول في باقي الأنبياء؟ قل له حديث آخر، لأنه الإنسان الكامل له مراتب. أنا أتكلم أعلى درجات الإنسان. ولذا أعتقد في الإنسان الكامل لا سهوة ولا نسيانة ولا نومة ولا اشتباه ولا ولا ولا. لماذا؟ لأن هذا كله ينافي كونه هو مصداق ماذا؟ القرآن. هذا مضافا إلى مقتضى حديث الثقلين القطعي الذي قال وإنهما لن يفترقا. فإذا سهى افترق أو لم يفترق؟ بالطبع يفترق. فإذا نسى افترق أو لم يفترق؟ فإذا لم يكن معصوما افترق أو لم يفترق؟ فإذا اشتبه فإذا فإذا فإذا؟ إذن أعزائي أنا قلت هذه الآراء سيدنا، إذن لماذا طرحتها؟ أريد أن أقول سعة فكر الإمامية، قوة فكر الإمامية. لماذا كل هذه الشوشرة كمان؟ أحسنتم، هاي مو شوشرة، هذا أريد أن أبين للتعبير الآخر. وإلا وحقكم كما قلت لكم في الأعزة في السنة الماضية وفي الأبحاث السابقة، أقسم بالله العظيم أستطيع أن أتكلم في الإنسان الكامل 5 سنوات في قناة الخوف، وإن شاء الله عندي محاضرات في الإنسان الكامل، وإن شاء الله تعالى ستطرح إن شاء الله من قناة الكوثر تطرح 173 درسا سأطرحها للأعزاء، سأطرحها للأعزاء. هذه نظريتي أنا، لكن تقول هذه النظريات إذن ما هي؟ لماذا؟ الجواب حتى أبين لكم سعة الدائرة وتعدد القراءات في مدرسة أهل البيت. وأما المعاد بعد خلينا نكمل. وأما المعاد فالمعاد أيضا أؤمن به المعاد القرآني، لا المعاد الذي يقوله المحدث وهو هذا الجسم، ولا المعاد الذي يقوله الفيلسوف وهو المعاد الروحاني، ولا ولا، وإنما المعاد القرآني. إذن أعزائي هذه أطروحتي وهذا مشروعي الفكري. دقيقتين ثلاثة عندي وقت سنة. زين، وهذا مشروعي الفكري أعزائي من حيث المنهج اختصرته للأعزة ومن حيث الرؤية. فالذي عنده ملاحظة وعنده بحث بيني وبين الله أستقبله بكل رحابة صدر، بكل رحابة صدر، ولكن ضمن الموازين وأقاتل دونه وبيني وبين الله سأقرب وجهة نظره على أفضل ما يكون. يعني تعالوا معنا إلى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وأتركوا لغة التهديد والتسقير
والتهديد بإصدار الفتاوى وتهديد هذا وذاك، هذه لغة عفى عليها الزمن ولا تصدر إلا من العجزة، إلا من أقولها صريحة لكم، إلا ممن ضعفت عقولهم. وإلا إذا كانت عقولهم قوية بيني وبين الله هذا دليلنا. واللي بحمد الله تعالى إذا السيد الحيدري جزاه الله قناة الكوثر أعطته مجالا أن يتكلم، بحمد الله تعالى كم فضائية شيعية موجودة في العراق عزيزي أستاذ علاء؟ أكثر من 30 فضائية. 30 وهي إلى جنب آذاني وما أدري بعد ما أدري آذانهم وأيديهم وبطونهم، ما أدري شو أقول ماذا أقول، إلى جنبهم، فليخرج من يشاء من أعلام النجف أو غير النجف ويقول ما قاله، أصلا لا يذكر أبدا ما قيل يرد عليه أولا ثانيا ثالثا. أما لغة التهديد وإقصاء وإصدار الفتاوى ضالوا مضلوا خارج المذهب، بيني وبحمد الله تعالى أن المجتمع الشيعي وصل إلى مرحلة من الوعي وهي في عصر العولمة وعصر الاتصالات. وأختم حديثي بما قاله أحد الأئمة المعاصرين واقعا وأجعله خاتمة بحثي، وهو ما قاله الإمام كاشف الغطاء الفردوس الأعلى سماحة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، صحح تعليقات نفيسة بقلم السيد محمد علي القاضي الطباطبائي يعرفونه هنا، كتاب دار المحجة صفحة 79 في الحاشية ينقلها، يقول: وقد ذكرنا أن أحسن معيار للكشف عن صدق هذه الدعوة، يعني دعوة مقام المرجعية الدينية في الأمة في مدرسة أهل البيت، عن صدق هذه الدعوة وكذبها هو الإنتاج العلمي وكثرة المؤلفات النافعة، هذا هو المعيار، لا أهل الخبرة ولا الإعلام ولا المال ولا 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 إلى آخره. لماذا؟ لأن كل تلك قابلة للشراء. لا أتهم أحدا الله يعلم، ولكنه العلم ليس قابلا للشراء. قال: هو الإنتاج العلمي وكثرة المؤلفات النافعة، وأن طريقة الإمامية من زمن الأئمة سلام الله عليهم إلى عصرنا القريب هو أن المرجعية العامة والزعامة الدينية تكون لمن انتشرت وكثرت مؤلفاته كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق و و و و إلى آخره. وأما الرسالة العملية وإن تعددت فلا تدل على شيء، وما أكثر ما يأخذها اللاحق من السابق، وليس له فيها سوى تبديل الاسم أو تغيير بعض الكلمات، وإليه تعالى نفزع في إصلاح هذه الطائفة وتسديد خطواتها إلى السداد، ولله در القائل. نصف أخذنا 3 دقائق 10 ثواني. ولله در القائل وما أفسد الناس إلا الملوك، هذا كلام الإمام كاشف الغطاء، وما أفسد الناس إلا الملوك وأحبار دين ورهبانها. ونستودعكم الله، والسلام عليكم. وعليكم السلام. ولكن مع الأسف الشديد بدل أن يعينوني على هذا المشروع ماذا فعلوا مولانا؟ ها؟ وقفوا أمام هذا المشروع، ضيقوا علينا كل طريق مولانا، لا الفضائيات ولا المواقع ولا الكتب ولا المعارض، حتى المعارض منعوا كتبنا في بيعها.